هشام زمزمي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباسرة قنيطرة. اليوم كان افتتحوا المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي هو مهرجان العرس التقليدي المغربي اللي من خلاله كان نحاولوا نفتحوا المجال للصانع التقليدي باش يبين على المهارات ديالو، لا سيما انه مهرجان خاص بالعرس التقليدي المغربي وبالتالي فهو مخصص لكل ما يهم العروس وكل ما يهم العرس المغربي من قفطان وجلابة وبلغة وإلى آخره، في المجمل بكل ما يهم العروس. هذا جاء في واحد جاء اليوم، كان خاصية ديالو هو أننا درنا بشراكة مع جهة ديال فاس مكناس باش نحاولوا نقربوا الصناع التقليديين بيناتهم ديال الجهات بجوج باش يحاولوا يقربوا التجارب ديالهم ويحاولوا يقربوا الابداعات ديالهم ونحاولوا نخلقوا واحد التمازج ما بين الجهات بجوج ونحاولوا نطلعوا المستوى ديال الصانع التقليدي ديالنا. كذلك هذا المهرجان هذا العام غيعرف حضور واحد العدد ديال السفراء ان شاء الله، منهم السفير ديال جنوب افريقيا، السفير ديال الكاميرون دولة الكاميرون، السفير ديال كينيا، السفير ديال نيجيريا، وبعض السفراء اخرين، كذلك بعض الشخصيات اللي غادي يحاولوا ان شاء الله يزورونا في الافتتاح ان شاء الله. عندنا 180 عارض، منهم 70 عارض من جهه فاس مكناس و 110 من جهه الرباسره قنيطرة. واش الشيء محتاج بحال هذا؟ ايوا كتشوفوا الرواج اللي كاين اليوم بعد الركود ديال كورونا، اليوم كتشوفوا الناس الحمد لله كيشريو، وكاين واحد الرواج وهذا الشيء ظهر من خلال وضعنا السؤال على بعض الصناع التقليديين، قال لك بانه اليوم كاين الرواج وكاين البيع ان شاء الله، وغتكون الامور ان شاء الله في العشر ايام الجايه احسن ان شاء الله. احنا ما نحتاجوش نقنعوهم، راه هو اذا جي شوف راه الطلب اكثر من الوفره، راه حنا كتجينا طلبات اكثر من هذا الشيء، غير هي واحد لجنه الالتقاء هي اللي كتحاول تختار من احسن العارضين، وبالاخص انا كناكد على العارضين اللي يكونوا صناع تقليديين ما يكونوش بيع وشرايا، ديما كنعطيو فرصه للصانع التقليدي اللي كيخدم بيديه، وكنعطيو كذلك الفرصه للناس الجاد ماشي القدام، القدام الله يجيب بهم التيسير قضاو الغرض، ديما كنعطيو فرصه للناس الجاد وبالاخص للمراه، المراه كنهتموا بها بزاف باش هي تكون عندها بلاصه في وسط هذا القطاع هذا. العالم كله المعارض هي الوسيله الوحيده اللي يمكن لك دير اللقاءات ديالك مع الناس ومع البيع والشرايا، وتحاول تعرض المنتوجات ديالك وتعطي لي كارت فيزيت باش يحاولوا الناس يتصلوا بك من بعد، وتكون عندك واحد القاعده ديال لي كليون تكون واسعه، وهذا ما يكون غير من خلال هذه المعارض. تكون وصلات غنائيه ان شاء الله، من ابتداء من يوم الاربعاء غيكونوا مغنيين، غيكونوا وصلات، غتكون دي شو ديال العرائس، كذلك فاس هما جابوا الموديل ديال العروس ديال فاس ان شاء الله، هما غيديروا لنا الشو ديالهم، المهم غيكون داك الشيء مزيان ان شاء الله. بيان سور دائما الشان الثقافي، وهذا موروث اللي كنفتخروا به بلادنا، واليوم الغرفه راه خدامه في واحد البرنامج انها كتحاول تنتقل بهذا العرس المغربي في افريقيا. كنا في ابوجا درنا لا بروميير ايديسيون في ابوجا، وان شاء الله كنطمحوا لا دوزيام ايديسيون العام الجاي. كذلك عندنا ان شاء الله غنمشيو لكينيا نيروبي، غيكون فيها فيستيفال ديال لوكافتون مهرجان القفطان المغربي ان شاء الله، ونتمنوا المزيد من ان شاء الله تنحاولوا نطلعوا المستوى ديال الصناعه التقليديه بقياده صاحب جلال نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا معك المسمى الحاج سيف الدين من مدينه الرباط، نستغلوا في هذا الميدان ديال تصفير كتب من منذ 75 الى الوقت الراهن، وشاركنا في عده معارض داخل الوطن وخارج الوطن، والحمد لله داز هذا الافتتاح هذا في حله جيده، وهذا عرس ديال الصناعه التقليديه، وتنشكروا هذه الجهه اللي نظمت هذا المعرض هذا، الحمد لله في هذه البدايه ديال هذا المعرض هذا، المهم داز في حله، حنا كنتواجدوا هنا باش كنقربوا لجهه الرباط قنيطره لهذا المنتوج هذا اللي هو مهدد بالانقراض. حنا علاش كنتواجدوا هنا؟ باش كنقربوا هذا الشيء للادارات وهذا الشيء اللوازم ديال البيرو والمكاتب، كنخدم مع المحاكم، كنعملوا السجلات ديال الولاده والوفيات والجماعات ديال الولاده والوفيات. قبل كان ممتاز الحمد لله، بعنا وشرينا الحمد لله، كان في واحد حله جيده، وهذا هي البدايه، وما لابد ما غادي يكون يتلقي قبل يكون اكثر من هذا الشيء هذا. تنشكروا هذه الجهه اللي نظمت هذا المعرض هذا لهذا الشيء هذا، لان كان دابا كانوا في هذه الفتره اللي كانوا كيعانيوا منه، ودابا الحمد لله دابا المبادره دابا اللي ديروا ديال صاحب الجلاله ديال التغطيه الصحيه، دابا استفدوا الحمد لله من التغطيه الصحيه ومن هذه الهشاشه والامراض اللي كانوا، دابا كلهم استفدوا من التغطيه الصحيه. شكرا عمل. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.